أهلا وسهلا بكم. في هذا الدرس سنستعرض أهم البرامج التي يمكن أن يحتاجها المستخدم العادي للاستمتاع بنظامه على لينكس. هذه البرامج اخترتها على حسب تجربة شخصية وأيضا على حسب إمكانياتها من حيث الإعدادات وأيضا الخفة، الثبات والسرعة. نبدأ أولا بالإشارة إلى أن هناك درس كتابي كنت قدمت فيه لائحة لمقابلة أهم برامج الويندوز على توزيعة أوبونتو. هذا الدرس موجود في فئة نظم التشغيل، وبه ستجدون لائحة لأهم البرامج على توزيعة لينكس مصنفة حسب مجالاتها. في هذا الدرس سأمر تقريبا على جميع هذه الفئات، لكن سأقدم برنامج واحد من كل فئة كما قلت اخترته على حسب المعايير التي سبق أن ذكرت. نبدأ إذن أولا بمتصفح الملفات. على توزيعة أوبونتو مثلا نجد أن متصفح الملفات الافتراضي هو برنامج نيوتونس، لكني أفضل استعمال مدير ملفات سونار أو ثونار. هذا البرنامج يتميز بخفته وسرعته الكبيرة، يمكن التنقل بين الملفات بسرعة، وهو متوفر في مركز برمجيات أوبونتو. يمكن البحث عن ثونار فسنجد ثونار فايل مانجر يمكن تثبيته منه. هو مدير الملفات الافتراضي لتوزيعات كزوبونتو وبيئة المكتب XFCE عموما. إذن هذا بالنسبة لمتصفح الملفات. ماذا عن قارئ الفيديوهات؟ أنا أفضل استعمال برنامج SM Player، كنت قد قدمت درس عنه في دورة لينكس أوبونتو واللغة العربية. ستجدون طريقة التعامل مع البرنامج في الدرس الخامس أوبونتو واللغة العربية، دعم الترجمة العربية للأفلام، لكن لنلقي أيضا نظرة عنه الآن. يمكن هذا البرنامج من فتح ملف أو مسار. المسار يمكن أن يشمل العديد من الملفات المرئية وتنضاف جميعها دفعة واحدة على شكل قائمة تشغيل. أفتح مثلا أحد الملفات المشغلة مؤخرا. هذا البرنامج يتميز بالخصوص بدعمه الممتاز للترجمة العربية كما تلاحظون هنا أسفل. يمكن التحكم في إعدادات البرنامج عن طريق الدخول إلى إعدادات من هنا، وبالضبط التحكم في الترجمات. هنا التنقل لفونت أند كولرز، يمكن التحكم في الخط، الألوان، هنا العديد من الإعدادات الأخرى. لاحظت أن البعض يعاني من مشكل ظهور اللغة العربية أو الترجمات باللغة العربية معكوسة رغم تفعيل هذه الخيارات هنا. لذلك يجب، أو لحل هذا المشكل يجب أولا في مركز برمجيات أوبونتو أو عن طريق الترافية تثبيت برنامج MLM Player 2.2. هذه ستكون هي النتيجة. بعد تثبيت هذا البرنامج نلتقي لعام في إعدادات برنامج SM Player، وهنا نختار هذا المسار User Bin Employer. بعد ذلك ستحل المشكلة في حال كانت موجودة للبعض. إذن كما قلت برنامج SM Player دعم الترجمة بشكل ممتاز. يمكن أيضا من تحميل الترجمات بصفة تلقائية من الأنترنت كما تلاحظون الآن. هنا العديد من الترجمات متاحة، يكفي أن أختار أحدها وأضغط على تحميل فتنضاف مباشرة للملف. كما تلاحظ الآن أصبحت الترجمة باللغة الفرنسية كما اخترت. إذن هذا كقارئ فيديوهات. قارئ صوتيات، أقدم برنامج كليمنتين، وأيضا متوفر في مركز برمجية أوبونتو عن طريق البحث، أو كما لم أشير بعد SM Player أيضا متوفر في مركز برمجية أوبونتو. إذن كليمنتين متوفر في مركز برمجية أوبونتو، يمكن تثبيته بطريقة عادية كأي برنامج آخر. إذن بعد فتح البرنامج نضغط هنا يمين Activate، فيظهر لنا البرنامج. يمكن إما من الاستماع لراديوات أو إذاعات مختلفة على الأنترنت مثلا sky.fm، وأيضا إضافة مكتبات عن طريق ملفات. يمكننا الضغط على الإعدادات، الدخول للإعدادات، وهنا Music Library، نضغط على Add New Folder،
ونختار ملف به ملفات صوتية فتنضاف كمكتبة. هناك العديد من الإعدادات الأخرى هنا، فتنضاف كمكتبة هنا، يمكن التحكم في طريقة ترتيبها على هذا الشكل أو من هذه الإعدادات Group By. يمكن أيضا تغيير الواجهة، هناك عدة خيارات كما تلاحظون عن طريق الضغط يمين هنا في مكان فارغ واختيار أحدها. أعود للواجهة البدئية لأوضح أنه مثلا حين قراءة ملف صوتي ما يكفي الضغط على Artist Info معلومات الفنان لتظهر معلومات عن الفنان أو صاحب المقطع، معلومات أيضا معلومات عن المقطع ذاته في حال كانت متوفرة. إذن هذا برنامج كليمنتون يتوفر بخفته وأيضا ثباته على خلاف برنامج رايثون موكس الذي هو افتراضي في توزيعات أوبونتو، ثقيل نوعا ما ولا يوفر مثلا خاصية الاستماع للراديوات بكثرة كما على برنامج كليمنتون. إذن بعد غلق البرنامج لا يغلق نهائيا، يجب الضغط على هنا يمين واختيار غلق ليتم غلق البرنامج. إذن بعد برنامج كليمنتون نمر الآن لمتصفحات الانترنت. افتراضيا برنامج فايرفوكس هو متصفح الانترنت الافتراضي على توزيعات أوبونتو، لكن أفضل استعمال برنامج كروميوم. هذا البرنامج يتميز بخفته، أيضا هو مشابه لبرنامج جوجل كروم لكنه نسخة مفتوحة الماستر. تقريبا جميع الإعدادات المتوفرة في برنامج جوجل كروم متوفرة في كروميوم. جوجل كروم مبني على كروميوم، لكن كما قلت من لهم مشاكل في الخصوصية على جوجل كروم يمكنه استعمال كروميوم فهو مفتوح الماستر، وبالتالي لا يعاني من هذه المشكلة. إذن كما قلت هو شبيه بجوجل كروم، كما تلاحظون هنا المواقع الأكثر استعمالا، يمكن التحكم في الإعدادات من هنا. يمكن أيضا تثبيت الإضافات كما على جوجل كروم، الضغط على كروم ويب ستور، ندخل هنا لكروم ويب ستور ويمكن هنا تثبيت أي إضافة نريد. ممكن ننتقل مثلا هنا إلى الفئات الشعبية، أضغط مثلا على هذه الإضافة و مثلا هذه تتطلب التسجيل، اختار مثلا هنا جوجل ميل، أضغط فقط على Add to Chrome فتنضاف لي المتصفح. هذا بالنسبة لمتصفحة الانترنت. كما قلت أفضل كروميوم، هو أسرع بكثير من فايرفوكس خصوصا على توزيعات أوبونتو. الآن نمر لبرامج الشات أو المحادثة الآنية، يمكن استعمال برنامج بيدجن، هو أيضا متوفر في مركز برمجية أوبونتو. بيدجن، إذن بيدجن إنترنت ميسنجر متوفر في مركز برمجية أوبونتو، وحتى إن كنت تستعمل توزيعة أخرى فهو بالضرورة سيكون متوفر على تلك التوزيعة. كروميوم أيضا متوفر على، لم أشير لذلك بعد، كروميوم متوفر على في مركز برمجية أوبونتو على عكس جوجل كروم الذي يجب تحميله من موقع البرنامج. إذا أعود لبيدجن، أفتح البرنامج. هنا يمكن إضافة العديد من أنواع الحسابات، أضغط هنا على Add فأختار هنا النوع، البروتوكول الذي أستعمل. مثلا من يستعمل هوت ميل سيختار هنا MSN، يدخل البريد الإلكتروني، كلمة سر، ويضغط هنا على أضيف. يمكن أيضا إضافة حسابات فيسبوك، يجب اختيار هذا الخيار هنا فيسبوك. هنا نضيف اسم الشاشة أي اسم المستخدم وكلمة السر. هناك جوجل توك، اسكيو، ياهو، العديد من البروتوكولات مدعومة في هذا البرنامج. وفيه أيضا ما يسمى بالملحقات، يمكن تفعيل الكثير منها. إذن هذا بالنسبة للمحادثة الآنية. بالنسبة لإدارة الرسائل الإلكترونية، برنامج ثاندربيرد يأتي مثبت بدئيا مع توزيعة أوبونتو، وهو برنامج ممتاز لإدارة الرسائل الإلكترونية. يمكن
إنشاء حساب جديد على هذا الشكل، فقط تدخل اسم، هنا يكون الاسم اختياري، البريد الإلكتروني وكلمة السر، فينضاف حسابك على هذا الشكل. سيكون لك صندوق الوريد لاستقبال الرسائل الإلكترونية، وأيضا صندوق للإرسال، هنا مرسل الرسائل التي يمكنك أو التي تكتب. من هنا فقط سيمكنك استقبال وإرسال الرسائل دون الحاجة للدخول لمواقع تلك لتلك المواقع التي تقدم خدمات البريد الإلكتروني كهوت ميل، جيميل وما إلى ذلك. هو مدمج بشكل ممتاز على توزيعات أوبونتو، وأيضا في أغلب التوزيعات التي تستعمل بيئة جنوم، طب واجهات جنوم شيل. إذا بعد الرسائل الإلكترونية سنمر الآن أو سنبقى دائما مع فئة الإنترنت. هنا أشير أولا قبل المرور لبرامج التحميل، أشير إلى أن هناك برنامج أو درس، أنا أعتقد هنا أو في هذا هذه الفئة درس عن برنامج تندربيرد، ستجدون فيه كيفية التعامل مع البرنامج بالتفصيل، إضافة حسابات وأيضا إضافة العديد من الخيارات الأخرى كإعداد فرز الرسائل بصفة تلقائية وما إلى ذلك. سأضع رابط لهذا الدرس في الموضوع المرافق لهذا الدرس وفي وصف الفيديو على يوتيوب. إذا أمر الآن لبرنامج أو برامج التحميل، تحميل الملفات. يمكن استعمال برنامج جي داونلودر لتحميل الملفات. هذا البرنامج غير متوفر في مركز برمجية أوبونتو، لكن يمكن إضافة مخزنه بسهولة وتثبيته عن طريق الطرفية أو عن طريق مركز برمجية أوبونتو بعد إضافة المخزن. إذا نفتح البرنامج، يأخذ بعض الوقت للتحديث. حقيقة أنا لا أستعمل برامج التحميل والتورنت بطريقة مستمرة أو بطريقة أو بوتيرة كبيرة، لكن استعملت هذا البرنامج والبرنامج الذي سأقدم بعده لتحميل التورنت، وكانت تجربتي معه جيدة، لهذا أقدمه وأنصح به. إذا هذا هو البرنامج، يمكن من إضافة ملفات للتحميل. يدعم أيضا العديد من المواقع التي تمنح حسابات بروميوم، حسابات خاصة، ما تلاحظون هنا المواقع مرتبة على حسب بحسب الأحرف. يمكن أيضا من تثبيت أو تفعيل عدة ملحقات أو إضافات، وهنا نجد الكثير من الإعدادات التي يمكن التحكم بها، مثلا هنا فلاش جوت فور فايرفوكس لدمج البرنامج مع تصفح ملفات فايرفوكس، يمكن أيضا تفعيله وموجود كملحق. إذا هذا البرنامج يمكن من تحميل الملفات، هنا موجودها HGSplit، على ما أعتقد هو لقسم الملفات في حالة كانت كبيرة. إذا هذا البرنامج لتحميل الملفات. بالنسبة للتورنت، هنا لا يغلق البرنامج، يجب أيضا الضغط يمين واختيار إكزيت. هنا يمكن التحكم في البرنامج من أيقونته، إما بدء التحميل أو إضافة عناوين جديدة أو ملفات جديدة، وهنا من غلق نقوم بغلق البرنامج. إذا بالنسبة للتورنت، هناك برنامج كيو بيت تورنت، وأيضا برنامج ممتاز لتحميل ملفات التورنت، تعاملت معه ليس لمدة طويلة لكن كان ممتاز في تحميل التورنت. إذا يمكن من إضافة ملف تورنت عن طريق طريقة يدوية بعد تحميل الملفات من الإنترنت، ويمكن أيضا من البحث عن ملفات التورنت، هنا البحث في العديد من الفئات، مثلا لو بحثت هنا عن أوبونتو
سأجد العديد العديد من النتائج. يكفي اختيار أحدها والضغط على داونلود لتضاف للتحميل. هو أيضا فيه العديد من الإعدادات يمكن التحكم بها كما تلاحظون هنا. إذن هو برنامج ممتاز، أعتقد أحسن بكثير من برنامج ترانسميشن الذي هو افتراضي في توزيعات أوبونتو. بالنسبة للبرامج المكتبية، برنامج ليبر أوفيس هو متوفر على توزيعات أوبونتو. أغلب توزيعات لينكس التي تدعم بيئة المكتب جنوم، وأيضا متوفر على ويندوز، ليس هناك أي اختلاف. وبرنامج يشمل حزمة مكتبية شاملة. أنا لو تنقل للبرامج مكتب سنجد هنا ليبر أوفيس كالك، وموافق لبرنامج إكسل، ليبر أوفيس إمبريس، بريزنتيشن أو باوربوينت. فهي حزمة مكتبية متكاملة يمكن استعمالها على أغلب توزيعات لينكس. لن أدخل في التفاصيل هنا. إذن كانت هذه على ما أعتقد أغلب البرامج وأهم البرامج التي أعمل بها بصفة دورية. أنصح أيضا باستعمالها، هي تتوفر أو تتميز ليس فقط بفعاليتها وأدائها الممتاز، لكن بسرعتها وخفتها، وبالتالي فهي مهمة ومنصوح بها لمن له جهاز أو أجهزة ذات موارد ضعيفة. ربما نلتقي في درس قادم مع برامج أخرى أو برنامج من هذه البرامج نشرحه بطريقة أكثر تفصيل. فإلى ذلك الحين ابقوا سليمين، إلى اللقاء.